تويتر يوتيوب واتساب انستغرام تويتر. والله يحتار المتحدث من أين يبدأ. هذه الأجهزة وخدمات التواصل الاجتماعي دمرت وقتنا، والله دمرت وقتنا تماما. أصبح الرجل في بيته منطويا على جهازه، لا يكلم أحدا ولا يريد أحدا، والأبناء كذلك نفس المشكلة. أصبحت لديهم استقلالية وأصبح كل منهم منطويا على جهازه، والزوجة كذلك عاكفة على جوالها، وبدأ الكل يتذمر، يقول ملل، ضيقة، اكتئاب، هم. لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن ذكر الله وعن القرآن. لو سأل كل واحد منا نفسه هذا السؤال، متى كان آخر عهدك بالقرآن؟ لعلمتم أن ما قلته هو حقيقة لا ينكرها منا أحدا. في العمل تجد الموظف عينيه على جواله، في الطريق تجد قائد السيارة عينيه في جواله، في المناسبات تجد غالب الناس أعينهم في جوالاتهم، بل حتى في بيوت الله عز وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله تجد بين الأذان والإقامة المصلي عينيه على جواله. إذن ما الحل؟ الحل أن نعود إلى الله عز وجل ولا نكون ممن قيلت فيهم هذه الآية. فقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هذا.